أيتها الأخت الموفقة الكريمة الفاضلة، عندما تقرأين آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على توجيه يختص بالمرأة، فاسمع الآية بتدبر وطمأنينة وتقبل وانشراح صدر، لأن الكلام الذي تسمعينه هو كلام من خلقك وأوجدك وأمدك بالسمع والبصر والحواس والقوى والنعم، كلامه سبحانه وتعالى. والفرق بين كلامه وكلام خلقك كالفرق بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن يكون في صدرك وحشة أو نفرة أو انقباضا من توجيهات رب العالمين. وهكذا الشأن في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحاديثه عليه الصلاة والسلام العمل بها عمل بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألته عن النمس فبين لها حكمه وقال: إن قرأت كتاب الله وجدته، قالت: قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد شيئا. فتلا عليها قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أخبرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النامصة. إذن الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بها عمل بالقرآن، لأن الله أمرنا بالقرآن بالأخذ بما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة والمأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، إن سعادتك